النصر. ما زلنا هنا، ما زلنا على المحبة نلتقي، ما زلنا نؤمن بأن فلسطين لنا وبأن القدس قضيتنا وعقيدتنا وانتسابنا. الله أكبر يا فلسطين، الله أكبر فوق كل عدو، الله أكبر من هذا المقام، من أضرار الصالحين، من أضرار الصالحين. دعاء يعانق السماء، النصر لفلسطين، النصر لفلسطين، النصر لفلسطين. المعركة هي معركة مسؤولنا، مش معركة فلسطينيين. لكن عندنا دور، لكن عندنا دور ليقوم به. فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمته، فليتفضل. سيد الرئيس، لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني في خدمة قضايا الحرية والعدل والسلام، كما عرفناكم من بين صفوف الطلبة.